هذه أبرز العناوين. تغييرات مرتقبة على حراسة مرمى المنتخب المغربي، بلغ عجل، سفيان أمرابط أخيرا يحدد النادي العملاق الذي سوف يلعب معه. أبرزها موهبة باريس وبرشلونة، 6 أسماء جديدة مرشحة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة القادمة. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. تغييرات مرتقبة على حراسة مرمى المنتخب المغربي. يرتقب أن يجري المنتخب المغربي لكرة القدم مباراتين وديتين شهر مارس المقبل، وعليه يبحث مدرب أسود الأطلس إجراء تغييرات في مجموعة من الخطوط عبر تدعيم التركيبة البشرية بلاعبين جدد. ومن بين الأماكن التي من المرتقب أن يقوم الركراكي بإجراء تعديل عليها هي حراسة المرمى، إذ في ظل تراجع مستوى حارس فريق الوداد الرياضي أحمد رضا التقناوتية، وهو الحارس الثالث للمنتخب رفقة ياسين بونو ومنير المحمدي. أكد التقرير الإعلامي أن الركراكي سيقوم باستدعاء حارس مرمى الفتح الرباطي المهدي بن عبيد لتعويض رضا التقناوتي، ويتابع مدرب حراس المنتخب المغربي حارس مرمى الفتح من أجل منحه فرصة الظهور مع المنتخب في المباريات المقبلة في الوقت الذي سيدعى للحضور مع المنتخب خلال شهر مارس، وفق ما ذكرت صحيفة العربية الجديد. ويعتبر مهدي بن عبيد من بين أهم حراس مرمى البطولة، إذ يجاور حاليا الفتح الرباطي وقبله اتحاد الخميسات، علما أنه من العناصر التي استفادت من اللعب رفقة المنتخب المغربي تحت 20 سنة والمنتخب المغربي تحت 23 سنة، وسبق له خوض معسكرات تدريبية رفقة المنتخب المغربي الأول في فترة إشراف المدرب البوسني وحيد خليل الزيتش على الأسود. بلاغ عاجل، سفيان أمرابط أخيرا يحدد النادي العملاق الذي سوف يلعب معه. كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم عن وجهة الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المفضل للانتقال لها خلال الفترة المقبلة. وتألق سفيان رفقة منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، وقدم بطولة ممتازة، وكان أحد العناصر الرئيسية في الإنجاز التاريخي للأسود بالوصول إلى نصف النهائي، ومن ثم احتلال المركز الرابع ليصبح مطمعا لأكبر الفرق الأوروبية. وبحسب موقع فوتبول إيطالي الإيطالي، فإنه رغم وجود اهتمام من أندية ليفربول وتوتنهام بضم أمرابط، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني. وأضاف أن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يتطلع لإعادة بناء فريقه بعد إعارة جواو فيليكس نجم الفريق إلى تشيلسي، بجانب احتمالية خروج رودريغو دي بول أيضا. وأشار الموقع إلى أن أمرابط يتطلع للعب في مدريد، إلا أنه يتبقى رؤية ما إذا كان أتلتيكو يستطيع تقديم نفس عرض مثل فرق الدوري الإنجليزي من عدمه، سواء من حيث رسوم الانتقال أو الراتب. جدير بالذكر أن سفيان أمرابط يرتبط مع فيورنتينا بعقد يمتد إلى صيف 2024، مع وجود خيار أمام ناديه بتمديد العقد لموسم إضافي. أبرزها موهبة باريس وبرشلونة، 6 أسماء جديدة مرشحة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة القادمة. يبحث الناخب الوطني وليد ركراكي عن تعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي بأسماء جديدة وشابة خلال المرحلة القادمة، ويتوفر المغرب حاليا على عدد من اللاعبين الشباب المتألقين في الدوريات الأوروبية الذين يقدمون مستويات مميزة مع أنديتهم. ونقدم لكم أبرز الأسماء المرشح لتعزيز صفوف أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة. الموهبة الأولى إلياس حسني، موهبة باريس سان جيرمان، والذي يلعب كرأس حربة وقد تألق بشكل كبير هذا الموسم مع رديف النادي الفرنسي، كما شارك مؤخرا مع الفريق الأول لباريس أمام شاتورو في كأس فرنسا، وشارك أيضا أمام كويفليروين في مباراة ودية. الموهبة الثانية هو بنيامين بوشواري، جوهرة سانت تيتيان، وهو من مواليد سنة 2001 ويشغل مركز متوسط ميدان، وقد انضم إلى سانت تيتيان الفرنسي خلال ميركاتو الصيف الماضي قادما إليه من نادي رودا البلجيكي، ويعتبر من أبرز العناصر في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم. الموهبة الثالثة هو إلياس أخوماش، موهبة برشلونة، وهو من مواليد 2004 ويلعب في الخط الأمامي، ورغم أنه لعب عدة مباريات مع الفئة السنية للمنتخب الإسباني، إلا أن اللاعب منفتح على اللعب مع المنتخب المغربي للكبار خلال مشواره الدولي، ويعتبر من أبرز المواهب الجديدة الشابة في صفوف نادي برشلونة. النجم الثالث هو الشادي رياض، خليفة رومان سايس في الدفاع،
والذي ازداد سنة 2003 ويشغل مركز قلب دفاع، وقد لعب مؤخرا مع كبار برشلونة بعد دخوله كبديل أمام أوساسونا في الدوري المحلي، كما خاض الكثير من الحصص التدريبية مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة تشافي هرنانديز، وينتظر أن يكون خير خلف للقائد رومان سايس في قلب دفاع أسود الأطلس. النجم الثالث هو إلياس بنصغير لاعب موناكو من مواليد سنة 2005، وقد أبان عن مستويات مميزة مع الفريق الأول لنادي موناكو الفرنسي هذا الموسم، كما سجل هدفين في أول ظهور له رسمي مع كبار موناكو هذا الموسم حين دخل كبديل أمام أوكسير، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم. اللاعب الثالث شاهين فان بوهمن، لاعب من أصول مغربية ازداد سنة 2004 ويلعب لنادي أياكس أمستردام الهولندي، ويشغل مركز ظهير أيسر، وهو من أم مغربية، وقد أبدى اللاعب رغبته في حمل قميص المنتخب الوطني المغربي رغم تدرجه ضمن الفئة السنية للمنتخب الهولندي. وليد ركراكي يتابع لاعبا جديدا لاستدعائه إلى المنتخب. قام وليد ركراكي بتكليف مساعديه رشيد بن محمود وغريب أمزين بتتبع عدد من المحترفين وإعداد تقارير مفصلة عن مستوياتهم ومردودهم، وأشار موقع كرة إلى أن مهاجم ليفانتي الإسباني محمد بولديني يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الطاقم التقني للمنتخب المغربي، وبات قريبا من استدعائه إلى معسكر الأسود خلال شهر مارس القادم. ويعد محمد بولديني منتوجا خالصا لفريق الرشاد البرنوصي، ولعب فترة قصيرة للرجاء الرياضي وبعده اتحاد طنجة، ثم انتقال حر إلى الدوري البرتغالي حيث جاور أندية أوليفيرنسي أكاديميكا وسانتا كرالا قبل أن يحط الرحال الموسم الماضي في فريق ليفانتي الإسباني. وكان بولديني من اللاعبين الذين تبعهم ركراكي، غير أن المنافسة الشديدة في الهجوم فرضت عليه عدم استدعاء خاصة مع الفترة الزمنية القصيرة التي كانت تفصله وقت تعاقده مع اتحاد الكرة خلف لوحيد خليل زاتش وانطلاق المونديال. ويسعى ركراكي للوقوف على مستويات بولديني ومنحه الفرصة خاصة مع حضوره الجيد مع ناديه الإسباني بعدما لعب البولديني البالغ من العمر 27 عاما مع الرجاء واتحاد طنجة قبل أن يدخل تجارب احترافية مع عدة أندية في البرتغال وإسبانيا. هذه أبرز العناوين. تغييرات مرتقبة على حراسة مرمى المنتخب المغربي. بلغ عجل. سفيان أمرابط أخيرا يحدد النادي العملاق الذي سوف يلعب معه. أبرزها موهبتي باريس وبرشلونة، ست أسماء جديدة مرشحة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة القادمة.